مرحبا طلاب الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الثالث عشر من كتاب اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. سوف نبدأ عزيزي الطالب بأدوات الاستفهام مثل هل، أين، متى، من، لماذا، ماذا، كيف، كم، وما، وسنتعرف على استخداماتها في الجملة. أيضا سوف نتعرف على الأسماء وما هي أنواع الأسماء، كأسماء النبات، البلاد، الحيوان، اسم الإنسان وغيرها من الأسماء في اللغة العربية. ومن ثم سننتقل إلى اسم التفضيل مثل أكبر، أصغر، أفضل، أسرع وغيرها من الأسماء كما ترى عزيزي الطالب في الصورة. ومن ثم سوف نتعرف على أنواع التنوين، تنوين الفتح، الضم، الكسر كما ترى عزيز الطالب. وأخيرا عزيز الطالب سوف نتحدث عن المفرد والجمع، وسوف نتعرف على الفرق بين المفرد والجمع كما ترى هنا، ولد، أولاد كما ترى، وردة، ورود، قطة، قطط. وبهذا طلاب الأعزاء نكون قد انتهينا من فيديو الأسبوع الثالث عشر للمستوى الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم وطابت أوقاتكم بكل خير.